معالي السيد الوزير محافظ الدهلية، السادة الحضور، تحية احترام وتقدير وأسمى التهاني بأعياد الدهلية. يسعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدهلية تحت رعاية وتوجيهات السيد الأستاذ أحمد فكري طه وكيل وزارة التربية والتعليم الداخلية المشاركة في احتفالاتنا احتفالات محافظة الدهلية، ويقوم بالإشراف العام الفني على الفقرات الفنية السيد الأستاذ أحمد المجودي بوتر موجه عام التربية الموسيقية. بداية حضرات السادة الحضور، أولى فقراتنا مع إدارة شرق المنصورة التعليمية تحت إشراف شريف عبد المجيد حسين موجه أول التربية الموسيقية، أغنية المنصورة بلدي، أغنية جزيرة الجوار، أغنية قطر المنصورة، أغنية أنت الغالية يا بلادي من مدرسة أستاذ الدكتور أحمد زويري أدبية بنات ومدرسة المنصورة الثانوية بنات، تدريب الأستاذ محمد الأمير السيد والأستاذ عبد الله رؤوف والأستاذ هيثم عبد الرحمن. مع أولى فقراتي
عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.